شريف قسطلي، عضو تنسيقية فلاحين غضبون وعضو في اتحاد الفلاحين باجة شمالية. اليوم عندنا تحرك يعني على مستوى التنسيقية باش ندرسوا الوضع يعني اللي صار للفلاحة، ونشوفوا زاد كيفاش الدولة اللي هذه مش تسمع فينا بالكل، يعني رفضتنا رفضا تاما. احنا يعني وقت نجيو نشريو تراكتورات ولا نشريو ادويه ولا نشريو علف، يعني يقول لك السوق العالمي، انت مش سوق اقتصاد سوق. وفي القمح يعني ما يطبقهاش اقتصاد سوق. دير نيرما يشري الفارينه ب 150,000 ويحب يقبل علينا احنا الفارينه ب 80 دينار، يشري في الشعير ب 140,000 ويحب يقبل علينا الشعير احنا ب 70 دينار. يعني ما فهمتش، يعني احنا يعني نعيشوا يعني استعمار، بس ما استقلينا. الدولة قاعدة تتعامل معنا كيعني دي سوجين تاع مستعمرين، عبارة احنا مستعمرين. شريف حتى في اجتماعكم احنا الاجتماع نتاعنا، احنا الاجتماع نتاعنا اليوم يعني مش نبرمجوا في تحركات عنيفة يعني وتصعيدية، ربما يعني إذا ما الدولة حاليا ما تزيدناش في الأسوام نتاع الحبوب، رانا مش نقاطعوا مجامع تجميع، مراكز تجميع. يعني ماكمش بتقدموا الصابة. ماناش مقدمين الصابة، الصابة ماناش مقدم، لا سبيل إليه باش تقدم أنت قمح ب 100,000 وتشري علفة ب 140,000. احنا توا عندنا أكثر من 5 سنين الفلاح نتاع باجة الكل يعلفوا في الفرين. فهم؟ ما عادش يقبلوا الفرينة للحاك للدولة. فهم؟ يعلفوا فيها لأن الفرينة يعني أولا يعني تعطي قيمة غذائية باهية كيما العلفة وأرخص من العلفة. يعني يتجم يكون يعني القمح السنة إذا مش تتواصل أسوام العلف راهو مش يعلفوه، راهي ثمة توا القمح يخدم في سيدي بوزيد ب 150,000. توا شكون؟ جاو من جماعة سيدي بوزيد وخذاو القمح والقروان، جاو خذاو قمح من باجة ب 150 دينار. بالله بالنسبة لكم أنتم المطالب على أساسها باش تحركوا أكيد أحسرتوها، وشنو كان تحكي لنا على أبرز المطالب المحاور تاع المطالب نتاعنا؟ المطالب بتاعنا هو يعني مراجعة يعني سعر قبول القمح يعني للفترة هذه اللي مش تقع في جوان في الكومباني تاع 2022. هذه من جملة وكذلك يعني الحليب. الحليب يعني العلف قاعد يزيد والحليب يعني هو بيض يعني زاد مش معقول. مطالبكم واضحة يعني. تو حاليا البقر كل يوم تخرج يعني مئات الروس الغنام الابقار يعني للجزائر، فهمت؟ يعني هذا اللي قاعد موجود. احنا يا رسول الله تو مش تلزونا الدوله باش تلزنا باش نفرطوا حتى في الحيوان تاعنا. سي شريف، في نقطه اخيره، الزياده الاخيره تاع المحروقات باش تمس الفلاحه. بيان سور، الزياده تاع المحروقات هي التضخم، هي السبب الرئيسي في التضخم اللي موجود في تونس. فهمت؟ تزيد في المحروقات كل شيء يزيد، وبعد تقول راني نحب نضغط على التضخم. ما تنجمش انت كدوله جمد اسعار المحروقات وعندك 50% من المحروقات تابعين الدوله، فهمت؟